تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، وهذا أسبوع يعتبر قصير تقريبا، يعني بيكون في عطلة نهاية أو بداية السنة الميلادية الجديدة إن شاء الله. فنتمنى لكم إن شاء الله إن كانت السنة اللي مضت سنة جميلة، أكيد فيها تحديات، أكيد فيها صعوبات، والسنة الجديدة إن شاء الله 2020 تكون سنة أجمل وأفضل، نحقق فيه أكثر، ندخل أهم شيء بهمة عالية. أنا إن شاء الله هذه السنة راح تكون سنتي، راح أدخل وراح أحقق وراح أنجز وراح أخطط عشان أوصل للي أنا أبا. ومن ضمن التخطيطات تكون أخطط عشان صحتي، عشان أدخل هالسنة وأطلع منها للسنة اللي بعدها وأنا بصحة وسعادة. طبعا هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وابدا اذاعه نور دبي. في البدايه نذكركم اولا بارقام التواصل على 600-551414 والرسائل على 4006. طبعا احنا دائما نقول ان البرنامج الاذاعي على الهواء ومذيع يسولف على مدى ساعه على الهواء بيصير برنامج ممل. هو حالات البرنامج اللي على الهواء ان الناس تتصل تتواصل تطرش مسجات عشان تثرون البرنامج. طبعا فريق الاعداد في هيئه الصحه ما يقصر، يعطيهم الف عافيه، يحضرون الحلقه كل يوم ويرتبون مع الضيوف، وانتم تعرفون بهارات الحلقه، انتم تتواصلون معنا وترشون مسجات وتتصلون فينا، فعلا فعلا يثري الحلقه ويعطيها تيم طعم مميز. فتواصلوا معنا، طرشونا اقتراحاتكم، آراءكم، ملاحظاتكم، عندكم أي اقتراح تحسونه ممكن يحسن أو يضيف الخدمات الصحية في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، تواصلوا معنا عن طريق الأرقام. ننتقل الآن إلى أسماء جاهزة، ننتقل الحين إلى أسماء الجناحي، بتقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا؟ يا صباح الورد يا أسماء. صباحكم الله بالنور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. صباحك ورد يا أسماء، شو جديد السوشيال ميديا؟ أول شيء لازم نقول جملتك المشهورة دكتورة، صباح الأحد اللي يحبه كل أحد. فعلا يحبه، لازم يحبه كل أحد. دكتورة، من ضمن الأشياء نحن نركز عليها في كل يعني هاي الفترة في بداية حديثنا، اللي هو نحن عندنا مبادرتين جدا مهمات. أول شيء هو مسح دبي الطبي لصحة العيون، وهو مستمر لمدة 3 شهور تقريبا. فنتمنى من أي شخص إذا جاء مكالمة من مركز دبي للإحصاء إنه يستجيبون لهذا الاتصال ويونسون الفحوصات، لأن فيهم وبهم راح نتمكن من صياغة الاستراتيجية الخاصة بصحة العيون، بنعرف كيف الخدمات اللي بيحتاجونها، وهي عشان يعرفون مثل نسبة العمى والأمراض اللي تؤثر إلى العمى. ففعلا أي شخص توصل المكالمة من مركز دبي للإحصاء، ترى انت يعني وجودك جدا مهم، وان انت تسوي الفحوصات ايضا مهم لمستقبل الغطاء والخدمات الصحيه للعيون على مستوى دبي. ايضا من ضمن الاشياء اللي حركز عليها طبيب لكل مواطن، وهي الخدمه موجوده للاستشارات. اذا كنت انت تعاني من اشياء بسيطه وما تحتاج تجي المركز، ممكن تتصل على 8342، وكل اللي تحتاجه انه يكون تطبيق هيئه الصحه موجود في تليفونك، وتتواصل عن طريق الاتصال المرئي سواء فيديو أو صوت. فيقدرون يتواصلون ويحجزون مواعيدهم عن طريق 8342، والخدمة 24 ساعة على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع. ممتاز. ونختمها بالرسالة الإيجابية اللي عودنا عليها، وهي تقول كلنا نستطيع التغيير، فلا توجد عادة لا يمكن تغييرها. اللي عليك حدد تلك العادة السلبية وضع خطة لتغييرها. وإذا نحن تكلمنا عن التغيير و2020 فرصة للتغيير،
وهذا يعني مثلا خلاص واحد يحط خطط ابدا قبل 2020، من الحين حط الاشياء اللي تبغى تغيرها، شو الاشياء اللي تبغى تسويها، شو الاشياء الخطط للعام القادم، شو اهدافك، عشان شي باكر ان شاء الله راح نكون في حلقه لايف مع المختصين نتكلم عن الاستعداد الصحي للعام الجديد، شو الاشياء اللي لازم يسوونها، كيف طريقه تحديد الاهداف، وكيف يقدرون يطبقونها خلال عام 2020. ممتاز، شكرا لك يا أسماء، وعساش دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. يعطي ألف عافية. طبعا أسمع لتحضير رسائل إيجابية اللي تعطيني إياها كل يوم، ورد أكد لكم أنه مو شيء سهل ترى، واحد يحضر كل يوم رسائل إيجابية مختلفة في يعني مختلفة في المحتوى، لكن كلها تحفز عن واحد يعيش بصحة وسعادة، وأنه يكون تفكيره إيجابي، وأهمية التفكير الإيجابي، وأهمية تغيير نمط الحياة. بما نتكلم عن نمط الحياة والتغذية السليمة وغيرها، راح ننتقل لفقرة التوعية مع أخصائية التغذية سهى نوفل، راح تقولنا عن هبة حميدة من يومين في السوشيال ميديا، تلاقون الناس كلها قاعدة تتكلم عن حبوب التخسيس، يمكن عشان نهاية السنة الناس تبغى تدخل 2020 بريلها اليمين وبوزن جديد، يمكن ما أدري، فراح تقولنا عن حبوب التخسيس أو انقاص الوزن وما هي أضرارها. صباحك ورد أستاذة سهى. صباح الخير والسرور، اهلا حبيبتي، اهلا فيك. اهلا فيك، خبرينا هل صحيح ان اقراص التخسيس نزل الوزن وهل هي امنه او غير امنه؟ طبعا زي ما تفضلتي حضرتك حكيتي، طبعا بسبب انتشار وانتشار هذه الحبوب والدعايه لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، صار الوصول لها سهل، ما في رقابه على بعض هذه المنتجات، ففعلا اغلب الناس وخاصه النساء بتحاول تنزل وزنها باستخدام هذه الحبوب دون طبعا الرجوع الى استشاره اخصائي تغذيه او وصفه طبيه، بدهم الوزن ينزل بطريقه سهله سريعه بدون الحميه الغذائيه، بدون ممارسه رياضه، وطبعا هذا الحكي كله له اثار جانبيه واضرار على الجسم. من أكثر الأضرار اللي بتنتشر طبعاً، في منهم مع الأسف بعد ما يبلشوا ويأخذوها على مسؤوليتهم الشخصية ويصير عندهم هاي الأضرار الجانبية والأثار الجانبية، بيلجأوا للأطباء أو لأخصائي التغذية. من هذه الأضرار إنها ممكن تأثر على الجهاز الهضمي، تزيد من الغازات، تزيد من الانتفاخات، بتأثر على الكبد بحيث إنه الكبد بتأثر على الوظائف الصحية اللي لازم يقوم فيها، تؤثر على المعدة وخاصة قرحة المعدة، في ناس بتصير عندها قرحة في المعدة بسبب هذه الحبوب والمحتويات اللي موجودة في هاي الحبوب، بعض الناس بتصير عندهم زيادة في ضربات القلب بسبب خاصة الحبوب اللي فيها مادة الكافيين بجرعات كبيرة شوي، تسبب ارتفاع في ضغط الدم، بعض الناس تسبب عندها الإمساك، جفاف، زيادة في الشعور بالعطش، أرق، صداع متكرر بشكل مستمر، خاصة الناس اللي بتداوم عليها لفترات طويلة، تقلل من مستوى البوتاسيوم في الجسم، طبعا احنا عارفين البوتاسيوم جدا مهم للقلب وللعضلات، تؤثر فيه الهرمونات خاصة هرمونات الغدة الدرقية، كثير منهم بيرجعوا بخربطة في الهرمونات فيما بعد ما يتوقفوا عن أخذها بشكل مفاجئ، ويكونوا أصلا أخذوها لفترات طويلة. صحيح. وغالبا تؤدي إلى نزول الوزن في بداية الاستخدام، بعدين بيرجع الوزن بيثبت أو بيرجع الوزن بيزيد كما كان أو أكثر حتى. بيرجعوا بالبداية كمان مرة بيرجع للنظام الغذائي والحميات الغذائية والرياضة. نعم. طبعا زي ما حكينا إنها مخاطر، يعني في منها قد تؤدي إلى فعلا بعض السكتات، فهي تم حظرها، يعني في بعض الأدوية أو بعض المنتجات الحبوب هذه فيها مواد تؤدي إلى حدوث سكتات قلبية، تؤدي إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، فعشان احنا جدا حريصين يعني ننشر الوعي خاصة عند مجتمع النساء بعدم تناول هذه الحبوب بدون أي استشارة وبدون نظام غذائي صحي أصلا يتبع. صحيح صحيح. طبعا انزال الوزن معروف، يعني ما في سر لانزال الوزن، انا احس يعني دائما المرضى يسالونا في العيادات نقول ما في سر، تخفيف اكل ورياضه يساعدك انك تنزل الوزن. يعني اذا عنده مشاكل هرمونيه تعيق، يعني في ناس بحيث انا عم بحاول انزل وزني في الحميه بس ما عم بينزل، طيب احنا بنعمل تحاليل، هل هو عنده مشاكل صحيه اخرى، عنده مشاكل هرمونات، عنده مشاكل بالغدة الدرقية، عنده مشاكل تعالج بطريقة صحية مع الأطباء بأخذ علاج مناسب لهذه المشكلة الصحية مع
مع الحمية الغذائية، مع النظام الرياضي، مع زي ما حكينا لو ساعات قليلة من الرياضة، مش ضروري أنا ألعب 5 6 4 ساعات 3 ساعات، لو نلعب 5 مرات في الأسبوع نمشي أضعف الإيمان المشي. النوم الصحي كمان، النوم ضروري جدا الإنسان ينام بشكل صحي، صحيح، لأنه النوم بشكل صحي وبشكل منتظم بيساعد على زيادة نسبة الهضم وحرق الدهون. الإفطار، تناول وجبة الإفطار وعدم الإنسان ما يتجنبها أو ينساها ويعمل عليها كيف، لا، تناول وجبة الإفطار على أساس الاحتراق يبلش من بداية اليوم. شرب كميات كافية من الماء، لأنه برضو الماء، شرب الماء بيساعد على عمليات الأيض، يزيد من عمليات الأيض. صحيح. فإذا اتباع الحمية الغذائية والعادات الغذائية الصحية، في خلينا نحكي مع 2020 نبدأ اتباع نظام صحي، وجبات صحية صغيرة، كميات بسيطة تحمل كافة العناصر الغذائية الموجودة فيها، كل الفيتامينز المعادن اللي أنا بدي إياها، مع نظام رياضي، شرب كميات كافية من الماء، نوم بطريقة صحية، أكيد أكيد هذا راح يؤدي إنه بالنهاية أوصل للي أنا بدي إياه، بس بشكل صحي، وأتجنب المشاكل والآثار الجانبية اللي ممكن تجيني من الأدوية ولا من الإبر ولا من أي شيء ثاني ممكن إني آخذه. صحيح صحيح. شكرا لك أستاذة سهى نوفل، هذه المداخلة بخصوص حبوب التخسيس وأضرارها. شكرا لك، نهارك سعيد. أهلا أهلا. شكرا. طبعا هبت الحبوب التخسيس، أنا أتوقع أنها تطلع بين فترة وفترة لما نلاقي بعض النشطاء في وسائل التواصل يتكلم عن حبوب تخسيس ويقول لك هذا نزلت عليه، وهذا نزلت عليه أختي، وهذا نزلت عليه ولدي، فهذه اللي يروجون. وخلي دائما دائما احنا يكون عندنا وعي يا جماعة، كثير من الأشياء اللي تقال عن منتجات في وسائل التواصل هو عبارة عن إعلانات مدفوعة. هذا المشهور ما يأخذ هالحبوب نفسها، هم يقولوا لكم أنتوا إحنا خذناها وإحنا نزلنا عليها، هم يكونوا مسوين تكميم أو قص أو تدبيس أو أيا كان هالأشياء الثانية، لكن هم نفسهم ما يأخذون، لأن هم على علم أنها لو كانت مصرح فيها، لو كانت آمنة كانت موجودة في العيادات أصلا. فما نبى الناس تنساق وراء هالأشياء. ممكن صح هالحبوب مال التخسيس او نزال وزن، ممكن تنزل وزنك في خلال شهر او شهر ونص وتستوين ضعيفه وتنزلين الوزن تبينه، لكن اثرها على المدى البعيد ممكن يؤدي لفشل كلوي، ممكن يؤدي لفشل كبد، ممكن يؤدي الى مضاعفات كثيره. يعني ينزل وزنك ولكن تخسر صحتك، وهذا دائما نقوله، وانا دائما اقول للمرضى والمتعاملين العياده، لو هذه الحبوب مثل ما نقول بالعاميه فيها خير وآمنة كان لقيتونا نحن نوصفها للناس. نحن عندنا مرضى في السكري، في عيادات السكري أوزانا ما شاء الله هائل 120 و130، والسكر مالهم ما قاعد ينتظم، والسبة زيادة الوزن، ولكن مستحيل نصف أي حبوب مخفضة للوزن أو نقول له خذ أنت وصفة، لا من داخل العيادة موجودة ولا من برا، مع أنه هو بسهولة ممكن أقوله وأنا كطبيب أقوله والله صير حبوب الفلانية من الصيدلية روح خذها عشان ينزل وزنك بالتالي سكريك ما ينتظم، مع أن ارتفاع السكري عنده هذا مع زيادة الوزن هذه ممكن تسوي له مشاكل كبيرة، يدخل في مضاعفات خطيرة للسكر، لكن ما نوصف له أي شيء ينزل وزن. فنبا يكون عندنا وعي يا جماعة، خصوصا لما يجي عن موضوع التخسيس، ترى هي تجارة رائجة، لأنهم مثل ما يقولون يتكلمون نقطة الضعف عند الجميع، سواء الإنسان مليان أو ضعيف، الكل ترى بيضعف، الكل يقولك أبى أنزل كم كيلو، الضعيف يقولك منزل 4-5 كيلو، والمليان يقولك أبى أنزل 15-20 كيلو، الكل يبى يكون بقوام أفضل، برشيق أكثر، عشان يلبس أفضل، عشان يتصور أحسن، فهذه نقطة ضعف عند الجميع ترى. حنطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل، نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا يعاني العديد من الأشخاص من بعض اضطرابات المخ ومشاكله نتيجة للعديد من الأسباب المتعلقة بالتوتر وقلة النوم والقلق وغيرها من الأسباب، وهو الأمر الذي يؤثر على مستوى التركيز في الجسم ويقلل من القدرة الإنتاجية للأشخاص. لذلك يلجأ العديد من الأشخاص البحث عن طرق
ونصائح تساهم في المحافظة على سلامة الدماغ لأطول فترة ممكنة. بنتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع. الموضوع يصيرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور سهيل الركن، استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في مستشفى راشد. صباحك ورد دكتور سهيل. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا أختي. أهلا فيك دكتور سهيل. نتكلم في البداية، شو المشاكل اللي تصيب الدماغ بشكل عام؟ المشاكل الجلطات، غير الجلطات، الأشياء اللي الناس يعني تمر عليكم أكثر شيء مشاكل تصيب الدماغ، وكيف ممكن نقي نفسنا منها؟ جميل جدا. أول شيء صباح الخير على المستمعين الكرام والأجواء الجميلة هذه. حقيقة الدماغ يعتبر من الأعضاء اللي كل الناس يعرفونه، من أكثر الأعضاء حساسية وتعقيد على مستوى أعضاء جسم الإنسان. يوجد في الدماغ أكثر من 8 مليار خلية عصبية، هذه تقوم بجميع الوظائف الحسية، الحركية، الشعورية، التوازن، حتى الأفكار الإبداعية كلها من الدماغ. الإنسان في مراحل تطورية شكل ما نعرف، إلى ما يوصل عمره 25 سنة أعضاء جسمه تبدأ في الزيادة في الحجم، إلا الدماغ. الدماغ وأنت تكبر في العمر الدماغ يصغر، صح أن الإنسان طوله يطول حجمه يكبر، الدماغ يبتدي في الضمور مع زيادة العمر. فالإنسان نلاحظ يوم يوصل عمره 50-60 سنة يبتدي يفقد بعض الأمور الخاصة في الذاكرة. فالذاكرة تعتبر من الأمور اللي كثير من الناس يخافون منها، خاصة النسيان، عدم التركيز. هذه الأمور جدا منتشرة في المحيط العام في الأوضاع الحالية، خاصة في الشعوب أو المجتمعات المتطورة. فهي يشتكي المريض دائما، دكتور ما أقدر أركز، دكتور عندي مشكلة في الانتباه. أنت من أي عمر قلت دكتور سهيل؟ من 50؟ والله هذا الطبيعي 50. احنا الحين أنا 25، عندي دائما عندي دائما أنسى. في نصائح معينة دائما نقدمها للمرضى، كانوا شباب أو كانوا كبار في العمر. النصيحة الأولى إن إذا وصل عمرك 25 سنة وما قص ضغطك في حياتك، لازم تصير تقيس الضغط على الأقل من بداية عمر 25 سنة. الرقم اللي أبا الجمهور كله يتذكره، في عندنا رقمين للضغط، رقم 140 على 90. في دراسات الآن خلته 130 على 80. فهذه من الأمور اللي جدا مهمة. إذا وصل عمرك فوق 35 سنة لازم على الأقل في السنة مرتين تقيس الضغط. إذا عندك تاريخ عائلي، وهذا منتشر كثير عندنا في دولة الإمارات، ارتفاع ضغط الدم، صحيح، يجب أنك تنتبه من هذا الأمر. حصلوا دراسات كثيرة، خاصة كانت جاية من كندا، على شيء نسميه الفاسكولار ديمنشيا، اللي هو خرط بسبة الأوعية الدموية، الموعية، انسداد الأوعية الدموية الدقيقة. هذه تعتبر 25% من الناس حاليا اللي يعانون من الخرف أو ضعف الذاكرة لديهم تاريخ سابق. فأنا ما أتكلم دكتور سهيل بيوصل عمري 65 سنة 70 سنة ببتدي أنسى، لا. أنا أقول لك كيف أنك تمنع هذا الأمر أن يصير. إذا أنت الآن عمرك في 20-30-40، رقم واحد ضغطك لازم يكون تحت 140 أو تحت 130، الرقم اللي فوق. رقم اثنين، حصلوا بدراسة حديثة أن ممارسة الرياضة 3 أيام في الأسبوع، المشي السريع أو السيكل 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، اللي هو يعتبر ساعة ونص أسبوعيا مباراة. إذا أنت تشوف مباراة ساعة ونص، أنا بمك الساعة ونص هذه 3 مرات في الأسبوع أسبوعيا، مشي أو سيكل، مشي سريع أو سيكل. حصلوا في دراسات سووها على 10,000 المرضى اللي يمارسون رياضة، ونفس الوقت الناس اللي ما يمارسون رياضة المشي السريع، حصلوا إن إصابات أمراض الدماغ من الخرف، الألزهايمر، الباركنسون ديزيز، حتى الأمراض النفسية من اكتئاب أو ضيق في النفسية، هذا كله يخف بشكل فظيع جدا عند الناس الممارسين للرياضة. حتى عندنا في المستشفى دكتورة يوم يجيك المريض يشتكي من صداع، تقول له تمارس الرياضة، قال والله دكتور يوم كنت تمارس الرياضة ما كان يجيني الصداع، الآن وقفت الرياضة يعني الصداع. والله الرياضة يعني دكتور سهيل الحين دائما حتى نقوله في صحة وسعادة، مو بس عشان أنت ينزل وزنك، يعني حتى الدماغ عندك، يعني رياضة للدماغ بعد تستوي، صحيح؟
رقم واحد. يعني الرياضة فائدتها للدماغ أكثر من فائدة الرياضة للعضلات وللجوينتس المفاصل ولأنك تسوي جسمك جميل وتقوي عضلاتك. بالعكس الرياضة مفيدة رقم واحد للقلب وللدماغ. قلنا الضغط، قلنا الرياضة. رقم ثلاثة اللي هو مرض السكري. إذا الإنسان في بدايات عمره في الثلاثينات والأربعينات إلى الخمسينات ما عنده مشاكل في السكر، هذا الإنسان يعتبر جدا محظوظ. السكر هو مرض العصر، فإذا أنت لديك تاريخ عائلي في السكر لازم تنتبه لهذا الأمر. وإذا لا قدر الله بدأ عندك السكر أو التراكمي، مرضى السكر يعرفونه، إذا بدأ يرتفع دكتورة هذا الوقت لازم أنك تدخل بالأدوية. تنسى شيء اسمه أو باخذ الدواء الفلاني أو باخذ المرة أو باخذ أدوية شعبية. أخي الكريم خذ الأدوية الشعبية اللي تباها، ولكن مرض السكري لازم تأخذ له أدوية السكر الصحيحة. وهيئة الصحة على مستوى إمارة دبي ووزارة الصحة والهيئات الثانية موفرة مراكز لأمراض السكري على مستوى الدولة. فلو سمحت أخي الكريم المستمع تنتبه لهذا الأمر. النقطة الرابعة دكتورة اللي هي لتنشيط الدماغ اللي هي العلاقات الاجتماعية. حصول الناس اللي لديهم سوشيال لايف جميلة جدا، حياة اجتماعية، عند عائلة كبيرة، عند تواصل مع الناس، عند نشاطات اجتماعية، هؤلاء الناس أمراض الدماغ تكون أقل لديهم من الناس الثانيين. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدكم أن ينسأ في أجله، يعني طول أجله، فعليه بصلة الرحم. هذه من الأشياء اللي بغيت أذكرها اليوم. دكتور سهيل، تلاقي من فترة وفترة تطلع الدراسات اللي تقول عشان الناس تحافظ على صحة الدماغ، في دراسة قبل مدة أنا كنت قارتها بعد بخصوص إن هي العلاقات الاجتماعية، اكتشفوا فعلا الناس اللي يعيشون عمر أطول بصحة أفضل عقلية وبدنية هم الناس اللي عندهم علاقات اجتماعية تخلي الإنسان صحته العقلية أفضل. بس في دراسات بعد تقول عشان وأن الناس يعني الباركنسون والزهايمر وغيره نأخر، يقولك سوي تمارين للدماغ، مثل يقولك حل كلمات متقاطعة مثلا. فشو رأيك في هالدراسات وكيف ممكن يسوي رياضة لدماغه؟ جميل جدا. بالنسبة لتقوية الذاكرة سووا دراسة كبيرة في اليابان على لعبة السودوكو، إذا تعرفين المربعات الأرقام اللي توزيعها هذه اليابانية، حصلوا أن ما لها أي تأثير حقيقي. يعني يوم سووها نفس الشيء، كلمات المتقاطعة وكذا يمكن تخليك تركيزك أفضل ولكن ما تحسن الذاكرة. من الأشياء اللي حصلوها أن تحسن الذاكرة في فترة الشباب اللي هو إذا أنت تتكلم أكثر من لغتين. فإذا أنت تتكلم ثلاث لغات أربع لغات، عادة هؤلاء الناس ما يصابون بمرض الخرف. جميل. فهذه من الأشياء اللي حصلوها. حصلوا الناس المدخنين يصابون بأمراض الدماغ بأضعاف مضاعفة عن الناس اللي غير مدخنين. فالتدخين ما يضر فقط صدرك أو الرئة أو القلب، لا لا لا، هو يضر رقم واحد الدماغ. فالناس اللي حصلناهم مدخنين عندهم الخرف أكثر كثير من الناس اللي غير مدخنين. من الأمور اللي حصلناها أيضا اللي هي إصابات الرأس، خاصة حوادث السيارات أو الكونكشن، الإصابات القوية للرأس. الناس اللي عندهم إصابات أو تاريخ إصابات قوية للدماغ أربع إلى خمس مرات تكون أضعاف إصاباتهم بالخرف أو الباركنسون من الناس اللي ما عندهم هذه هاي الإصابات الدماغية. فحافظ على رأسك إن ما تنضرب، حافظ على ضغطك، السكر انتبه له جدا، مارس الرياضة ووقف عن التدخين. خمس نصائح لدماغ جميل جدا. أنت بعدك صغير في العمر أخي المستمع، 30 40 20 سنة، إذا تبى تعيش حياة طبيعية في عمر 70 80 ما عندك مشاكل دماغية، حافظ على هالأمور الخمسة. صحيح. دكتور سهيل، لما نقول للناس أن أنتوا يعني تحافظون على صحة الدماغ، وانت ذكرت ان السكري، كل ما قلنا نحافظ على صحة الدماغ انت دائما تطري موضوع ان السكري لازم يحافظون، يخافون من السكري، اللي عنده سكري لازم يفحص. فبعض مرضى السكري، واحنا ما شاء الله شعب للأسف احصائيات السكري عندنا عالية، ما اعتقد في حد فينا ما عنده شخص مصاب بالسكري في العائلة، تلاقي الام والابو واليد واليدة والعمة والخال. في بعض الناس يقول لك إذا كيف يرتبط السكري عندي بصحة الدماغ؟ يعني كيف أنا لو سكري ما كان منتظم ما بتمتع بصحة الدماغ أفضل أو بتعرض لأمراض الدماغ أسرع؟ جميل. أول شيء
ارتفاع السكر يؤدي إلى عدة أمور. رقم واحد يؤدي إلى أن الشعيرات الدموية اللي موجودة في الدماغ تتسكر، اللي احنا نسميه lipohalinosis of the capillaries. فهذه الشعيرات إذا تسكرت مع الوقت تسبب ضمور في الدماغ. نفس الشيء يصير في الكلى، نفس الشيء يصير في القلب. رقم اثنين، ارتفاع السكر يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب. نعم. فهذا الإنسان يصيب خفقان القلب أو مشاكل القلب، مما يؤدي إلى مشاكل لاحقة في الدماغ. رقم ثلاثة، إن الإنسان اللي عنده ارتفاع في السكر جدا عالي، هذا يكون immune compromise، يكون عنده المناعة الجسم تكون ضعيفة، فتعرضه للأمراض والالتهابات تكون أكثر، فهذا يجعل الدماغ عرضة لأنواع الفيروسات والبكتيريا بسبة إن السكر عنده عالي في الدم، فالمناعة تكون ضعيفة فعدة أسباب. فهذا الأمر، إذا ارتفاع السكر مش إن فقط تكرمين دكتور الواحد بيبول وايد أو عينه بيصير فيها مشكلة، لا، أنت دماغك يا تفقده أيضا. صحيح صحيح. دكتور سهيل، على السريع، في وظائف أو مهن معينة ممكن تخلي وظائف الدماغ أو صحة الدماغ تدهور أسرع، وفي وظائف مثلا ما اعتقد في وظائف تحافظ على صحه الدماغ يعني، بس في وظائف صحه الدماغ تتدهور اسرع مع هالوظائف؟ رقم واحد، احنا نعرف ان في الجنس المراه دماغها يعيش فتره اطول من الرجل. اشكرك، شكرا. نعم، لا لسبب معين، ان المراه اقل يكون تعرضها لمرض الضغط، ما تكون نادرا ما تيك حرمة عند ارتفاع في ضغط الدم، عادة عند مخبوط في ضغط الدم. المخرج يقول أن هي تيب الضغط حق رايلها عشان بتحكي كثير. أيوة. يعني تي هي تسوي ضغط حق رايلها وهي تتم سليمة. زين. رقم اثنين، من المهام أو الوظائف اللي تسبب تلف أنسجة الدماغ إذا الإنسان يسوي رياضات عنيفة جدا مثل الملاكمة، وأكبر مثال على الملاكمة تسبب التلف في الدماغ محمد علي كلاي. رقم اثنين، عادة الناس اللي يدخلون الكار ريسينج، سباقات السيارات أو الألعاب اللي فيها احتكاك قوي مثل الكرة الأمريكية، وفي فيلم كبير انتشر حاليا عن الممارسين الكرة الأمريكية وكيف أن الدماغ كان ما يصلون أعمارهم 30-40 إلا صار تلف في الدماغ. فالأمراض الألعاب هذه أو المهن جدا خطيرة. بعيد مرة ثانية، الناس اللي يعرضون للدخان الجقارة بشكل كبير، أو هذه المعرضين لتلف الدماغ. الناس اللي يشتغلون في المناجم، هذا مو موجود عندنا في الدولة. أو الناس اللي يشتغلوا عندهم احتكاك مباشر مع الأدوات البترولية ومشتقات البترول، وما يأخذون احتياطاتهم من ناحية الكمامات أو القفازات، هذه أيضا تتسرب هاي المواد وتتجمع في الدماغ وتسبب لهم ضمور وضعف في أنشطة الدماغ. ممتاز. شكرا لك دكتور سهيل الركن، استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في مستشفى راشد، هذه المداخلة بخصوص صحة الدماغ. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. تحياتي، السلام عليكم. شكرا. طبعا دكتور سهيل ما شاء الله ما قصر، وعطانا بعض النصايح اللي ممكن نطبقها للمحافظة على صحة الدماغ. والحين قبل يعني 10 سنوات تقريبا كان التركيز كله عن صحة البدن، إن كيف واحد يقلل الإصابة بالسكري والضغط والمضاعفات السكري وارتفاع الكوليسترول وغيره، لكن حديثا صار هناك اهتمام أكبر بصحة الدماغ، لأن اكتشفوا أن الناس تهتم بالصحة البدنية لكن صحة الدماغ ما حد ينتبه لها وايد وما حد يركز عليها، على اعتبار أنه مثل ما يقولون عادي الدماغ ما بيستوي في شيء، أو ما نقدر إحنا نمنع الإصابة بأمراض الدماغ، وهذه النظرية الخاطئة. دكتور سهيل وضح لنا إن إحنا نقدر، طبعا ما نقدر نمنع، ما في شيء نقدر نمنعه بقضاء رب العالمين طبعا، لكن نؤخر الإصابة بأمراض الدماغ أو تدهور صحة الدماغ ببعض الممارسات، مثل ما قال الرياضة، ودائما نقول أرخص رياضة أو ممكن نقول رياضة بلاش، يعني المشي. المشي يساعد جدا على المحافظة على صحة الدماغ، فأنت لما تمشي
تساعد على الصحة البدنية مالتك، تحفز الدورة الدموية، تحسن وظائف الرئة، تحسن وظائف القلب، تقوي عضلاتك اللي موجودة، فيمنع حتى عندك التجلطات في الـ في الـ في الـ في الريل، لما تقوي عضلات ريلك، وأيضا تحافظ على صحة الدماغ. احنا رح نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6005514414، والرسائل النصية على 4006. كان نتكلم في الفقرة السابقة مع دكتور سهيل عن أثر السكري على صحة الدماغ، وتماشيا مع نفس الموضوع راح نتكلم عن خدمات مركز دبي للسكري. طبعا يعد مركز دبي للسكري أحد المراكز المتخصصة في هيئة الصحة بدبي، التي تقدم خدماتها التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى من مختلف الفئات العمرية، من خلال نخبة من الأطباء والكوادر التمريضية والإدارية المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في مجال تشخيص وعلاج المرض. للحديث عن مركز دبي للسكري بتكون معنا اليوم إن شاء الله عن طريق الهاتف الدكتورة ديمة عبد المنان، استشاري الغدد الصماء بمركز دبي للسكري. صباح الشور دكتورة ديمة. أهلين، صباح النور. أهلا فيك، حياك الله بصحة وسعادة. الله يخليك، شكرا لك. دكتورة ديمة، نتكلم أول شيء شو هي الخدمات، فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكر. صحيح، مركز دبي للسكري طبعا مثل ما حضرتك تفضلتي هو مركز متخصص لمرض السكر لجميع الفئات العمرية. الهدف من المركز هو انه يقدم احدث الخدمات من ناحية التشخيص والعلاج لمرض السكر بطريقة تتمحور حول المريض، وذلك انه المريض لما يجي على المركز عندنا مش بس بيشوفه الطبيب، بيشوفه كمان اخصائي التغذيه، التثقيف، المختبر، كل شيء له علاقه بالسكر من ناحيه العنايه بالقدم، بالعيون، بالرياضه، وبالتالي جميع الخدمات او التخصصات اللي بتهم انه المريض انه يحافظ عليها اذا عنده سكري. جميل. دكتوره ديما، لما نتكلم عن مرض السكري بعض من المرضى يقول لك، لما نقول له مثلا مارسوا رياضة أو التزموا نمط حياة صحي عشان ما يجيكم السكري أو تأخرون، يقول لك لا أنا كل العائلة عندها سكر أكيد أنا بيصيبني. لكن هناك طرق وقاية لتأخير المرض وطبعا لتقليل مضاعفاته، فشو هي طرق الوقاية من مرض السكري أو خلينا نقول تأخير ظهور مرض السكري؟ صحيح، أكيد لا شك أنه العوامل الوراثية تلعب دور، بس مثل ما حضرتك قلتي كمان العوامل البيئية وطريقة الحياة كمان تلعب دور كتير مهم، سواء بظهور المرض وتأخيره أو حتى عدم ظهوره أبدا. يعني أهم العوامل هذه والحقيقة أصعبها هي طريقة الحياة الصحية، سواء الأكل الصحي أو الحركة. صحيح. الأكل الصحي سواء عن طريق أنه باعتدال، يعني في آخر اليوم إحنا بنقول الدايت ممكن تتغير، مواصفاتها تكون متعددة، ناس تقول لك أنا بنصح بهاي أو بهاي، لكن في آخر اليوم إحنا نحكي عن الأكل الصحي اللي بيحتوي على مواد طبيعية قدر الإمكان وبكمية معتدلة. هذا كثير مهم. الشيء الثاني هو الحركة، سواء رياضة معينة، سواء المهم إن الواحد يتحرك طول اليوم بحيث إنه يحافظ على يعني وزن مثالي قدر الإمكان. طبعا في عوامل ثانية نعرف إنه كمان ممكن تأثر على ظهور المرض مثل التدخين. هلا التدخين ممكن الواحد يقول ما له علاقة، لكن الدراسات ورجتنا إنه الناس اللي بيوقفوا التدخين كمان بتأخر عليهم ظهور مرض السكر. فبالتالي إحنا إذا أجا واحد ما عنده سكري وبيقول كيف بقدر أأخر المرض أو ما يصير عندي إذا كان مدخن، أكيد بنقول له يوقف التدخين وبننصح بتوقف عن التدخين بشكل عام. يعني والناس مثلا عندها تاريخ عائلي عن المرض، هدول كمان ننصحهم بإنه يبدوا التشييك بوقت مبكر بحيث إنه يقدر يعرف بسرعة هل في إشي يقدر يعمله، كيف يقدر يعكس هاي الأمور، كمان بيساعد. ممتاز. دكتورة ديمة، مرض السكر هو مرض مثل يقول يعني طول العمر، خلاص من الواحد يصيب مرض السكر. صحيح. لازم الشخص يتعايش معه.
البعض ممكن يفكر انه ميل لمرض السكر خلاص هذه نهايه حياته، ما راح يعيش حياه طبيعيه حال غيره، لكن هو السر فيه دائما احنا نقول إن للناس انه هو عباره عن تعايش، كيف تفهم المرض والمرض يتفهم وتتفاهمون وتعيشون مع بعض. فشو افضل طريقه عشان واحد يتعايش مع مرض السكري ويتجنب المضاعفات اللي تصاحب مرض السكر؟ أهم إشي مثل ما قلت بالضبط إنه التعايش. أو بيجينا مرضى ما شاء الله عليهم بقول لك أنا هذا السكر صديقي، هلا يعني أنا أصلا مش بنظر إله إنه مرض أو عدو، لا أنا عايش حياتي معاه، وبالتالي أنا مش بحاول إني أقول بدي أتخلص منه، صح إذا بقدر أحسن الوضع أو حتى أتخلص منه ليش لا، لكن كونه أجاني لا يعني إنه حياتي رح تتوقف. فأهم إشي، وطبعا هذا مش إشي سهل، يعني أي خبر سواء السكري أو أي مرض مزمن تاني ممكن أولها الواحد يعني يكون صدمة بالنسبة له، لكن مجرد ما يوصل الإنسان للقناعة إنه أنا هلأ بدي أبدأ أتعايش معه بكل سهولة ممكن نوصل لهذه المرحلة. هلأ شو اللي بيخلي الواحد يكون مسيطر على هذا الوضع؟ أهم إشي بالنسبة لمرض السكر إنه يفهموا المرض، يعرفوا كيف السكر بجسمهم كيف بتصرف، وطبعا هذا بيجي بده زي ما تقولي تعليم كتير، يعني فعشان هيك احنا بنركز اكثر من الادوية والعلاجات على انه المريض يفهم شو الاكل بيعمل لمعدل السكر، شو الدواء لما ياخده هذا الدواء غير عن الدواء هذا بيعمل لمعدل السكر، اذا شرب مي او اكل هذا النوع من الاكل شو بصير لمعدل السكر. فبتحس المرضى اللي بيعرفوا كيف السكر بيعلى او بينزل بجسمهم هم المرضى اللي قادرين بالفعل انهم يتحكموا فيه اكثر شيء. بتلاقي المريض بيعرف انه هذا الاكل بيناسبني اكثر من غيره، وكل جسم غير عن الثاني اكيد. فمجرد ما المريض يوصل لهاي المرحله كثير بيساعده وبيريح بيريحه. الحركة شو تأثيرها على السكر عندي، وبالتالي أنا والله إذا السكر علي عندي بقدر إنه أعمل أتحرك بهاي الطريقة، أشرب مي زيادة عشان أنزل المعدل. طبعا أكيد المتابعة مع الطبيب والفريق الطبي المعالج عشان كل فترة وفترة يعمل يعرف شو قاعد نواف الحياة اللي بتبعه، الأدوية اللي بياخدها هل هو على أكثر إشي بيناسبه. وفي أشياء أول ما المريض مثلا يعرف إنه عنده سكري إلها علاقة بسواء نعرف إذا المرض متحكم فيه أو لا، أو نمنع المضاعفات إنها تصير من المرض. في أشياء معينة لازم نفحصها سواء بشكل دوري، يعني مرة بالسنة مرة كل 6 أشهر. هاي الأشياء إذا المريض تابعها وتأكد إنها تنعمل قاعدة هيك بيكون غطى جميع الجوانب. ممتاز. نذكركم بأرقام التواصل للي حاب يتواصل معنا ويسأل عن السكري أو خدمات مركز زبيل السكري. تواصلوا معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا مرض السكري مثل ما تفضلت سادة ديمة إنه الدكتورة ديمة إنه مرض نتعايش معه، يعني مو مرض الواحد يفكر مثلا ان السنه او سنتين وبعد هذا يقدر ما يلتزم باوامر الطبيب او ما يلتزم بالخطه العلاجيه. لا، هو مرض لازم نتعلم نتعايش معه، واحنا شفنا حالات كثيره لناس ما شاء الله يعني تعايشوا مع مرض السكر معهم من 20-25 سنة، الحمد لله ما صارت لهم مضاعفات، ما صارت لهم تم السكري عندهم منتظم، حتى أدويتهم صار في تغيير بسيط جدا فيها. فهذه الرسالة اللي بنوصلها للجميع. دكتورة ديمة، نتكلم عن نقطة مهمة هي أهمية الكشف المبكر. منو لازم يفحص مبكرا للسكري؟ وشو هي الأرقام اللي نبغى الناس يكون عندها علم؟ يعني دائما الناس تقولك أي واحد أهم، السكري وأنا صايم، السكري تراكمي، سكري بعد الأكل. فنعطيهم شوية نصايح عن أهمية الكشف المبكر. صحيح. بشكل عام احنا طبعا يعني نفضل دائما سواء بالنسبه لمرض السكر او اي مرض ثاني انه الانسان يكون عنده زي طبيب اسره او طبيب اساسي، انه بيروح له لو مره بالسنه بيبحث عن بعض الاشياء. في اشياء معينه، يعني في كل عمر معين له فحوصات لامراض معينه. بالنسبه لمرض السكر بشكل عام، اذا المريض عنده تاريخ المرض في العائله موجود، اذا احنا بنفضل انه كل ما يروح ينعمل الفحص. هلا اي فحص هون زي ما تقولي بيعتمد، اذا المريض جاي وما عنده اي اعراض وهو بس بده يسوي فحص عادي،
في أكثر من فحص، فحص السكر هو صايم، بنحكي هون إنه يكون يعني أقل عن القراءة أقل عن 100، طبعاً بيعتمد أي مختبر أنت بتتبعي وأي وحدات يعني، بس بشكل عام بنقول أقل عن 100، إذا هو صايم بنحكي أقل عن 120 أو 125، إذا بنحكي عن معدل السكر التراكمي بنحكي إنه يكون أقل عن 5.7 أو 5.5 خلينا نقول. إذا بشكل عام سواء في أي فحص من هذول تبع المريض وكان بهذا الرينج، إذا هو في السليم. مرات المريض بيروح وبيكون عنده أوريدي مثلاً بعض الأعراض اللي بتخلي الطبيب أو حتى المريض نفسه يشك إنه يمكن أنا عندي السكر، مثل العطش الزائد أو التبول الزائد أو غيره أو غيره. هذا في أي وقت المريض حس إنه عنده هاي الأعراض، بغض النظر إذا موعده للزيارة أجا أو لا، إحنا ننصح إنه يتم الكشف المبكر عن على المرض. ممتاز. أنا شاكرة لك دكتورة ديما عبد المنان، استشاري الغدد الصماء بمركز دبي للسكري، مداخلتك معنا اليوم بخصوص مرض السكري والخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكري. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. اليوم ثيم الحلقة كلها ماشي مع مرض السكري. رح أخبركم اليوم حين عن الدراسة. شوفوا بدينا بصحة الدماغ وأثر السكري عليه، الحين بعدين احنا خدمات مركز دبي للسكري وكيفية الوقاية وأهمية الكشف المبكر. وأنا أحب أكد لجميع الناس عن بخصوص الكشف المبكر، عيادات طب الأسرة متوفر فيها شيء اسمه الكشف السنوي الوطني، اسمه National Periodic Screening. هذا يتسوى مرة سنوياً، نطلب فيه كل التحاليل اللي أنتوا تحتاجونها من عمر 18 سنة. فنبا يكون كل حد اليوم عمره ما سوى التحاليل. بالعادة الناس تدخل عيادة، في كثير من الناس تدخل عيادة تطلب تحاليل روتينية، دكتور والله بس طلبي لي حديد، بس أبغى تحليل دم، بس أبغى تحليل كوليسترول. لكن هناك قائمة من التحاليل نمشي عليها حسب العمر. كل عيادات طب الأسرة توفر الفحص الشامل الوطني السنوي. شو نسوي؟ نتصل بمركز الاتصال على 800-342 وناخذ موعد. طبعا هناك مواعيد في عيادات طب الاسره. وليش لازم ناخذ موعد يا دكتوره ندى؟ عشان نقلل وقت الانتظار رقم واحد. رقم اثنين نختار الوقت اللي احنا نبغاه والطبيب اللي احنا نبغاه، لان قبل كانت الناس دائما تقول انا احب اتابع مع الطبيب الفلاني ويوم اسير ما احصله وما اعرف كيف دوامه. الحين مع تطبيق نظام المواعيد بكل سهوله تتصل على 800-342 وتقول ابغى احجز موعد عند الطبيب الفلاني. وحتى لما تزور طبيبك ويطلبك التحاليل تقول دكتور انا متى ارجع لك على النتائج، ابغى ارجع عندك انت، بعد يعطيك موعد عنده بعد اسبوع او بعد 10 ايام حسب عشان تتابع معه. ايضا مبادره طبيب لكل مواطن، هذه المبادره الجميله النبا الكل يستخدمها. هي بدايه طبعا للمواطنين موجودة هذه المبادرة، هي عبارة عن التواصل مع الطبيب عن بعد عن طريق الهاتف، يكون بالفيديو كول أو المكالمات المرئية. وأيضا إذا مثلا واحد ما يحب يعني يبين نفسه للطبيب أو شيء، أيضا هناك خاصين ما تشغلون الكاميرا، بالتالي فقط عن طريق الهاتف. كيف نحصل على هذه الخدمة؟ نتواصل على 800-342 وننزل تطبيق الهيئة، تطبيق هي DHA النزله. من تنزلون راح تلاقوه هناك خانه لطبيب لكل مواطن. طبعا لازم تكونوا مسجلين في التطبيق عن طريق الاسم ورقم الموبايل ورقم البطاقه الصحيه وغيره، التسجيل العادي. وبعدين تتصلون بالكول سنتر 800-342 وتطلبون موعد. قبل الموعد 3-4 دقائق تدشون على التطبيق، راح تفتح لكم الكاميرا، راح تفتح لكم الحجره اللي هي حجره افتراضيه يتم عن طريقها تقديم الاستشاره الطبيه غير الطارئه. نريد نأكد غير الطارئة، معناه عندك كحة زكام ويع في البطن عادي، تبى تستفسر عن التحاليل، تبى تطلب تحاليل، تبى تطلب إعادة صرف أدوية، هذه كلها استفيدوا من خدمة الطبيب لكل مواطن. ما في تطلع من بيوتكم أو من دواماتكم وتدورون باركينج ولما تنزلون ولما تتريون، كل هذا يتم عن طريق الهاتف وعلى مدار الساعة. الخدمة موفرة 24 ساعة. الحالات الطارئة مثلا ألم شديد في البطن، كسور، حوادث، آلام في الصدر، هذه كلها الإنسان ما يتريع وعلى التليفون لما الدكتور يرد عليه ويعطيه الاستشارة على طول على المستشفى. احنا عندنا مداخلة ناخذ من سعود. يا صباح الورد اخوي سعود. صباح النور، يا مرحبا اختي دكتورة، اهلا فيك، حياك الله، تفضل. حالك. الحمد لله، تفضل. انا صراحة كانت عندي مداخلة في الجزء الاول من
برنامج. نعم. فيه الدكتور سهيل. نعم. كلام الدكتور سهيل اللي قاله كله ترى علمي. وأنا أطبق الحمد لله عملي. ما شاء الله ممتاز. الحمد لله. بس عاد أنا ما أطبق كل اللي قاله جزء يعني 50%. يلا 50 زين. الحمد لله أمشي يوميا ومن تقريبا 10 سنوات. ما شاء الله. بشكل يومي يعني 10 كيلو بشكل يومي. ما شاء الله ممتاز ممتاز. والكلام اللي قال الدكتور علمي فعلا صحيح. اللي من الحمد لله رب العالمين من ويع راس. ماشي الحمد لله. ما قبل كنت يعني دائما ويع راس وما ادري شو. والحمد لله بدني زين، صحي زين، كل شيء زين. الفوائد المشي، انا الحمد لله رب العالمين دائما احس الشباب اللي عندنا وربعنا دائما احسهم في تطبيق رياضه المشي. ممتاز. يعني الحمد لله تخصص رياضه المشي، واللي خلاني داخل في البرنامج كلام الدكتور اللي قال العلمي فعلا كله. ولكن شو العيب؟ العيب بعد هذا يعني نحن من الكلام اللي قال الدكتور ابتعاد عن السكريات. هي مشكلتنا نحن يعني مش اقول لك كبشر، مشكلتنا نحن كإماراتيين او هذا دائما نحب السكريات. الكل والله مو بس الإماراتيين، الكل يحب السكريات. اقول لك يعني هني المشكله ان نحن اغلبيتنا يحب السكريات. صحيح. لو نبتعد او نقلل عن السكريات. نقلل. صحيح. نقلل اقل شيء نقلل. فاقول لك يعني بصراحه دائما حثهم على رياضه المشي. ممتاز. ورياضه المشي من افضل يعني فائده هي رياضه المشي. اخوي سعود لو تسمح، كم عمرك؟ عاد هذا عمر عشان حفز الناس فيه بيقول لك والله لازم اكون صغير واكون 15 و20 عشان اسوي رياضه. انا اقول لك رياضه المشي ما تتدخل في العمر اول شيء. صح. يمشيها الواحد من 10 الى 80. صح. ما يعني ما له دخل العمر. بالضبط. والوزن ما له دخل. انا دائما المشكله شو اللي عندنا، اللي عنده وزن ثقيل هو رياضه المشي اساسا وانه ينزل وزنه. هي. مش عشان الصحه، وهذا اكبر خطا. دائما انا اقول دائما يوم نجلس عند الشباب الضعيف اقول له سوي رياضه، يقول لك انا ليش اسوي رياضه انا ضعيف. اقول له لا، المشكله مش تاخذها من فائده انك انت تنزل وزن او ترفع يعني وزن، لا. صح. خذها من منظور رياضي، من منظور طبي صحي. صحيح. نعم. والله الحمد لله في ناس كثير يعني انا يعني وايدين الحين قاموا يمشون وياي والشباب فبس المشكله يوم تقول له 10 كيلو قال لك وين 10 كيلو هاي. هو بالتعود طبعا اخوي، يعني انت اخوي سعيد ما شاء الله انت متعود تمشي، فتسوي 10 كيلو عندك يعني شيء بسيط. احنا دائما طبعا نقول للناس ابتدوا بالكيلو كيلو ونص، امشوا شوي شوي مع الجو الحلو، وخذوا معاكم مثلا ناس تحبونهم وناس يعني يمشي ترى الوقت. واحنا ترى لو نشوف وقتنا خلال اليوم حنقضي ساعات طويله قاعدين ما نسوي فيها شيء، فناخذ منها نص ساعه نمشي فيها. المشكله شو العائق عند الشباب؟ العائق الوحيد يقول لك والله انا ما عندي فرصه، ما عندي الوقت. دائما يعني يتكلمون بالوقت. لا، الوقت الواحد يعني ساعة ونص ساعتين الواحد لازم يخلي من وقت. حتى لو انت جاي من الدوام تعبان تريح شوي. لازم يعني لازم. فنحن انا اقول لك مثلا مشكلتي انا في يعني شرب الشاي. صح. شرب الكرك، عرفتي هذه الاشياء نحن ما نقدر نخليها. بالضبط. واحد يحاول يقلل منها. اكيد. انا والله خدت لي سنه كامله لا اشرب الشاي ولا اشرب الكرك، سنه كامله. ما شاء الله عليك. وايد فرق. اي نعم، وايد فرق. ما شاء الله اخوي سعود انت تجربه ايجابيه حيه مثل ما يقولون، يعني عشان ما يقولون والله بس كلام دكاتره، لا هذه تجربه حيه من اخوي سعود. شكرا لك اخوي سعود تواصلك معنا اليوم ولوقتك الثمين شاركته معنا في صحه وسعاده. شكرا والله، يقويك ويثبتك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا، نهارك سعيد. يا مرحبا. حياك الله. هذا أخ سعود ما شاء الله دليل حي على أن المشي ساعده في التخفيف من كثير من الأعراض اللي يعاني فيها، حتى الصداع. لأن الرياضة بشكل عام والمشي بشكل خاص، أول شيء المشي رياضة مجانية، بس تستثمرون مثل دائما نقول في حذاء رياضي تكرمون جيد وبس.
ثانية يساعد المشي يلعب على أكثر من مستوى، صحة الدماغ، تحسين الدورة الدموية، تحسين عمل عضلة القلب، تحسين وظائف الرئة، تحسين عمل الكلى، تقليل خطر الإصابة بجلطات القدم، لأن عضلات الريد تكون عندكم أقوى، بالتالي ما تصابون بالجلطات. كل هذه فوائد من الرياضة، الرياضة البسيطة جدا هي رياضة المشي. احنا وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة اليوم، شكرا لك يا نمر كنت معي في الإخراج، وميرا المري كانت معي اليوم في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله كنا خفف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. أنا ألقاكم إن شاء الله في الغد، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.